الناس كلها في الدنيا كلهم مشغولين، مشغولين بحاجات كتير قوي، مشغولين باهتمامات أو شهوات أو أي ارتباطات، ولكن مين اللي فاضل ربنا؟ قليلين قوي. ليه؟ ما احنا عارفين ربنا أهم من أي حاجة، ومع هذا كلنا مشغولين. طب وبعدين ولغاية إمتى؟ تعالوا نشوف القصة بتاعتنا دي ممكن تنور الطريق لينا وتفهمنا حاجات كتير. احنا قصتنا مع عيلة مسيحية كويسة عايشين مع ربنا بهدوء، وفي كذا أخ أو أبناء يعني، منهم واحد طبيب ربنا فتح عليه وشاطر وناجح وبيشتغل وغني قوي، وإخوة تانيين، وشاب أو ولد صغير اسمه مينا. مينا ده كان ولد حلو، اتربى التربية الروحية في البيت وحب الكنيسة، أحب الكنيسة وارتبط بيها، وكان الكلام البسيط اللي بيسمعه بيهتم ينفذه، عاش حياته مبسوط وفرحان، وأهله ناس طيبين اللي بيقولوه له بيحاول يعمله فعلا. كبر الولد ده وأحب ربنا وأحب الصلاة وأحب يقرأ الكتاب المقدس، وكان بيتمتع بالصلاة ويحب يتأمل في الكتاب المقدس، وكان إنسان يحب الله ويحب أولاد الله ويحب ياخد بركة كل الناس الكويسين. كان ساكن قريب من مقر قداسة البابا اللي هو مين؟ البابا كيرلس الخامس. فكان بيفكر ما روح أخد بركة، وراح فعلا ولقى إنه البابا رجل طيب زي ما سمع عنه، وممكن الناس تخش تسلم عليه. فاتبسط إن لما سلم عليه والبابا باركه، وتكررت القصة دي إن هو يروح كل ما يقدر في فترات متقاربة يروح للبابا ويسلم عليه. البابا لاحظ إن الولد ده باين عليه النعمة، الولد ده كويس، شاب صغير بس محب لربنا بوضوح. استرعى انتباهه، ربنا أرشده كمان إن الولد ده في حاجة حلوة، فاستوقفه مرة قال له استنى يا ابني، ناس سلمت؟ وبعدين قال له انت عامل ايه؟ وبدأ يتكلم معاه. لاحظ من كلامه انه فعلا بيحب ربنا من قلبه، فقال له بتعالى يا ابني انا احب اشوفك، انت اسمك ايه؟ وعرف اسمه. قال له خلاص انا عايزك يمينة تبقى تيجي واشوفك قد ما تقدر. قال له طبعا ده بركة لي. وانبسط قوي في اليوم ده ان البابا نداله وكلم معاه وعرف اسمه وقال له حصلي لك، بقى مبسوط يعني قوي. وازدادت زيارات شاب مينا للبابا، والبابا كان بيصلي له، فده زوده في الاهتمام في بيته بالصلوات وارتباط في الكنيسة بصلوات الكنيسة، وكان فرحان قوي قوي. وكل ما كان يزداد في محبته لربنا كان يحس ان العالم كله زائل، وحناخد ايه؟ ده احلى احلى حاجة ان الواحد يكلم ربنا ويتمتع بيه. وبعدين ده خلاه يكون متنسك، بمعنى انه ياكل اي حاجة يلبس اي حاجة، ما عادش مهتم يعني بالدنيا مع انه شاب صغير، لكن بقى مشغول قوي بربنا ومش مشغول باي حاجة تاني. أخوه الكبير ده الدكتور اللي ناجح الغني ده لاحظ إن الولد يعني أخوه الصغير ده لبسه مش قوي، قال له يا ابني إيه ده؟ ده دايما نفس البدلة هي اللي أنت بتلبسها، ما تلبس يا ابني، إيه ما عندكش؟ قال له لا ما أنا كويس أهو. قال له يعني إيه كويس أهو؟ لا. وراح اشترى له لبس من غير ما يسأله بقى، وقال له خد يا ابني خد البس بقى، انت مش كده؟ ما كلنا بنلبس حلو اهو،
وانت ليه شكلك كده كانك غلبان شحات كده في وسطينا؟ قال له طيب متشكر بتعبتك قوي. وخد الهدوم دي عارفين عمل بيها ايه؟ وزعها على الفقراء. وبعدين اخوه لاحظ كده، ايه يا ابني هو مفيش غير البدله هي لابسها على طول، ايه فين اللبس اللي جبته لك؟ قال له موجود. قال له فين بس؟ قال له مع المحتاجين. ليه؟ انت وزعته ليه بس يا ابني؟ وبعدين وراح اشتراه تاني. وبعدين لاحظ برضه اللبس اختفى، كل ما يجيب له لبس كل ما يوزع. اخوه سكت بقى، قال مش عارف اعمل ايه يعني. مش عارف اعمل ايه معاه. الام ملاحظه كده فتقول الواد بركه صحيح، بس يعني مش مهتم بلبسه ولا اكله ولا اي حاجه. والبابا طبعا فهم كده، والبابا بقى بيروح له، والبابا قال له استنى يا ابني ما تمشيش. ايه دخل قعد معاه جوه بقى غير الناس اللي بتسلم، وبقى يحكي معاه. والبابا حس ان الولد ده بركه، والولد اتبسط زياده، ده انا بدخل اقعد مع البابا. والبابا كان راجل قديس وبركه كبيره. توالت القعدات مع البابا، والبابا كان يحس ان هو انسان حلو قوي وبركه كبيره. وبعدين شاب ده مين قال له انا بحبك قوي؟ قال له وانا كمان بحبك. قال له مش ممكن اقول طلب كده غريب شوي. قال له ايه؟ قال له هو مش ممكن تيجي تباركنا في البيت؟ قال له اجي اخد بركه. صحيح يا سيدنا؟ قال له اجي. وفعلا راح البيت. طبعا بقت فرحه كبيره في البيت، وقام الولد ده وعمل بقى النظام بتاع زمان، غسل رجلين البابا وجابوا له لقمه ياكل، وقعد يكلم معاهم وبقى مبسوط قوي بينا بالبابا بنفسه. دخل وصلى جوه البيت، وتوالت الزيارات من مينا للبابا، والبابا كمان كان يحب يروح بيت مينا كمان. مينا بقى مبسوط قوي، ايه ده كله؟ اهل البيت اتبسطوا، بس اللي كان مواظب دايما يستنى البابا مين؟ مينا. استمرت القصه دي ومينا فرحان والبابا فرحان بيه، لدرجة إن البابا قال لتلميذه لما مينا يجي تدخله على طول، ده ما تستأذنيش يخش لي على طول، الولد ده بره. تلميذه استغرب بس حس إن في حاجة حلوة في الولد ده. وفعلا استمرت الدنيا جميلة وحلوة كده. وفي يوم من الأيام مينا قال للبابا حجلنا البيت يا سيدنا ممكن؟ قال له قوي جاي. وفعلا راح البيت وقعد، وبعدين هو ماشي سلم على أم مينا وقال لها ربنا يكون معاكي، ربنا يباركك ويسندك ويحافظ عليك، ومشي. بعد ما مشي الست قالت الله، هو إيه البابا يقول سندني في إيه؟ ما كل حاجة كويسة يعني، هو في حاجة هتحصل؟ هو إيه يا رب ده؟ أنا مش فاهمة. لكن قالت خلاص أنا مش فاهمة حاجة. بعد 3 أيام بالتحديد مات مينا. طبعا يعني كانت الست تعبانة جدا، لأن ده ابنها المحبوب المتميز. قعدت تعيط عليه، والبابا عرف وراح لها البيت. هل أنت تبقى عارف يا سيدنا؟ ما تقوليش أنت عارف كل حاجة، ما تقوليش. قال لها يا بنتي ربنا هيسندك، هو في السماء ده فرحان، ده ابنك ده حلو قوي، ده أنا باخد بركته، أنا ما استحقش بركته، ده كان شاب حلو قوي، وعشان مكان كده مكانه السماء، هو فرحان في السماء، واطمني عليه خالص. هديت الست من كلام البابا واطمنت، وحست فعلا إنها عاشت فترة حلوة مع ابن عظيم أحب الله في هدوء، وحب لدرجة الإعطاء كل ما عنده عشان خاطر هو مشغول بالسماء. إن الذين يضعون الجزاء السمائي نصب أعينهم يرغبون في تقديم العطاء دون استرداده في الحياة الحاضرة، فهم يترددون في إقراض الآخرين إن علموا أنهم سيقومون برد القرض،
كأنهم يرفضون استرداده من آخر غير الرب ذاته. إحنا قدام شخصية أحبت الله لدرجة إن أصبحت العالم كله ما يسويش حاجة، وكل ما في العالم نستخدمه عشان نساعد المحتاجين. يعني أخوه غني يديله كويس عشان يدي الفقراء، أي حاجة معاه يديها للفقراء، يديها للمحتاجين بأي شكل، وكان مبسوط جدا إنه بيعمل كده وفرحان. عشان كده أنا عايز نتعلم من مينا حاجة. مينا اللي فهموا البابا، لأن البابا قديس وعرف بسرعة، والقديسين بيتقبلوا بسهولة ويفهموا بعض بسهولة. احنا عايزين نتعلم من القديس المعاصر ده مينا ازاي ان احنا نعطي. احنا ليه انانيين نفكر ناخد؟ ما كفاية، ده المسيح نفسه قال مغبوط هو العطاء اكتر من الاخذ. عايزين الاسبوع ده بقى ادي قد ما تقدر، اللي تقدر تساعد بيه اي انسان، مش بس الفقير، لا، اي واحد في بيتك اللي محتاج لحاجة اعملها له، أصحابك، جيرانك، قدم وساعد قد ما تقدر. أعطي، ربنا حيديلك. المسيح قال أعطوا تعطوا، فربنا حيدينا أكثر ويشبعنا ويفرحنا بيه على طول. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.